أعترف أنني كنت وما زلت أعاني من مشكلة مع كل من يحتد في الحديث أو يرفع صوته، فلا أستطيع أن أستمر في الحديث معه إلا إذا خفض نبرة صوته. وكنت سابقاً لا أدرك أنها مشكلة، ناهيك عن معرفة سبب هذه المشكلة أو العواطف السلبية التي تنتابني في كل مرة ترتفع فيها نبرة الصوت. ولكن قبل عام تقريباً حدث لي ما جعلني أتنبه لهذه المشاعر، فقد أتاني مريض رافعاً صوته لموضوع بسيط لا يحتاج لمثل هذا الصوت المرتفع والنبرة الحادة، ولكن بعد دقائق من فشلي في إقناعه أن يخفض صوته لكي أستمر في الحوار معه، تنبهت إلى أن إحدى أذنيه فيها سماعة أذن طبية. لقد كان يعاني من ضعف حاد في السمع، وهو لا يدرك كم هو مرتفع صوته. ولكن ما سبب المشاعر السلبية المبالغ فيها والتي تنتابني في كل مرة ترتفع فيها نبرة صوت مخاطبي؟ ولماذا أشعر بعدها بعدم القدرة على التركيز وأكون منهك القوى وقد سلبت مني طاقتي وسلب نشاطي؟ كم من المرات واجهت موقفاً أثار فيك مشاعر وعواطف سلبية؟ وكم من المرات كان رد فعلك لهذه المواقف الخوف أو القلق، الحزن أو الغضب، البغض أو الكراهية؟ إنني أعترف أنني كنت أجهل في السابق معنى هذه المشاعر والعواطف إلى أن بدأت رحلتي مع الذات، فأدركت أنه تفاعل الأفكار في عقل الإنسان مع جسده لتنتج المشاعر والعواطف السلبية. وبإمعان النظر في معظم هذه الأفكار نجدها أفكاراً مبنية على افتراضيات لا واعية، كثير منها مزروعة منذ الصغر، مثل لا أحد يحبني، لا أحد يحترمني، أحتاج أن أحارب لآخذ حقي. وبذلك فإن المواقف التي نمر بها تتم قراءتها من قبل العقل بناء على هذه الافتراضيات اللاواعية، ويتم تصنيفها فوراً على أنها سيئة، مما يؤدي إلى إفراز هرمونات التوتر في الجسم مثل هرمون الأدرينالين وهرمون الكورتيزول، وهما اللذان إذا استمرا لفترات طويلة فإنهما يؤديان إلى أمراض جسيمة. بل بيّنت إحدى الدراسات أن 5 دقائق فقط من مشاعر الغضب السلبية يمكن أن تعطل الجهاز المناعي في جسم الإنسان لمدة تزيد عن 6 ساعات، وإضعاف المناعة يعني أن الإنسان أصبح أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والالتهابات بشكل عام، بل والأمراض السرطانية. اكتشفت أن المشاعر والعواطف هي في حقيقتها طاقة يمكن أن تخزن في ذاكرة كل خلية من خلايا الجسد البشري وتؤدي إلى الآلام والأمراض والأسقام. أدركت أن ذكاء الجسد الإنساني جزء لا ينفصل عن الذكاء الكوني، فوظائف الجسم المعقدة تعمل بهذا الذكاء الذي أودعه الله جسدي، وأنا لا أتحكم فيها، كالدورة الدموية
وعمل القلب والرئتين والجهاز الهضمي. ومما أودع الله هذا الجسد قدرته على ردود فعل غريزية سريعة لضمان الحماية للإنسان، وهي ردود الجسم المباشرة على وضع خارجي معين. وهذا هو النظام الذي يفسر اندفاعنا للقفز وراء طفل سقط في ماء بارد لإنقاذه، أو نحو مبنى يحترق لإنقاذ شخص يستغيث. فتفرز هرمونات التوتر التي تعطي الطاقة اللازمة للاندفاع والقتال أو الهروب والإدبار، fight or flight. وهذا منطقي، لأن الجسد في هذه المواقف يحتاج لردود فعل سريعة أكثر من تفكير استراتيجي متأنٍ ومنطقي. حقاً إنه نظام رد فعل فيزيولوجي رائع إذا فعل أثناء الخطر الحقيقي، فكثيراً ما ينقذ حياة الإنسان. ولكن هذا النظام هو نفسه الذي يفعل أثناء الإحساس بالمشاعر والعواطف السلبية. فرغم أن الجسد بالغ الذكاء، إلا أنه لا يستطيع أن يميز بين خطر حقيقي وشيك الحدوث، وبين الأفكار التي ترسم في الدماغ صورة الخطر، وإن لم يكن موجوداً إلا في تصور ومخيلة وافتراض عقل الإنسان. فتفرز هرمونات التوتر تماماً كأننا نواجه خطراً حقيقياً، فتتسارع دقات القلب ويرتفع الضغط ويتسارع التنفس وتتقلص عضلات الجسم، حتى وإن كان الواحد منا متلحفاً بغطائه ينعم بدفء فراشه ليلاً، فلا فرق بينهما على المستوى الفيزيولوجي، وإن كان أحدهما على أرض معركة فعلية يصارع الموت، والآخر على فراشه يصارع الأنا التي فيه. توقفت سائلاً، لماذا أؤذي نفسي بيدي؟ ما وراء كل هذه المشاعر والعواطف السلبية السامة المدمرة لصحتي جسداً وعقلاً وروحاً؟ بحثت فوجدت الإجابة واضحة جلية في مئات الدراسات في العلوم النفسية والدينية، وأصابع الاتهام كلها تشير إلى الأنا، الأنا المتمثلة في صورة الأفكار السلبية المستمرة في الدماغ وتفاعلها مع الجسد لتنتج المشاعر والعواطف السلبية. هذه الأفكار السلبية المتكررة التي تسرق العقل للماضي والمستقبل هي أفكار قهرية متكررة متواصلة لا تهدأ. أدركت أن كل جسد بشري يعاني قدراً كبيراً من الإجهاد والضغوط، ليس بالضرورة لأنه مهدد بمخاطر خارجية حقيقية، بل لأنه مهدد ومسيطر عليه من داخل عقله نتيجة أفكاره وتصوراته السلبية. ولكن ما هو الحل إذن؟ قادني البحث إلى اكتشاف عالم الوعي. فالعلاج يبدأ بإدراك أننا لسنا أفكارنا ولا عواطفنا، وإنما نحن ذلك الوعي، الوعي الذي يعي ويرى ويراقب الأفكار والعواطف. الوعي هو ذاتنا الحقيقية، نفخة الرحمن التي فينا. أما الأفكار والعواطف فهي صور وأشكال لإنعكاسات ظروف الحياة، مجرد ظروف حياة.
الوعي هو الذي يستطيع أن يفرق بين ذاتك الحقيقية وعواطفك وأفكارك والتي هي جزء من الأنا التي فينا. وبمجرد مراقبة الأفكار عن بعد من قبل الوعي، تفقد الأفكار قوتها لإدراك الإنسان أنها مجرد صور وأشكال، فلا يتماهى معها، وتنشأ بذلك مساحة بين الإنسان وأفكاره. هذه المساحة من الوعي تجلب للإنسان الحضور والسكون، ويصبح الوعي هو الحارس الرقيب على الأفكار والعواطف. حقاً إن عواطف الأنا عواطف دنيوية أرضية تحبسنا لنعيش في المحدود، أما عواطف الروح فهي عواطف نقية سماوية تحررنا لنعيش في اللامحدود. وهنا يأتي دور الصلاة التي نقيمها 5 مرات في اليوم. إذا أديناها حق أدائها، لا كحركات شعائر، بل التقاء الجسد والعقل بالروح لإيقاظ وعي وتصحيح مشاعر. تيقنت أن الله قد ملك الإنسان مفاتيح تغيير نفسه، فبيقظة الوعي وإيجاد المساحة بين الذات الحقيقية وبين صور وأشكال الحياة بما فيها الأفكار والعواطف، يستطيع الإنسان أن يحمي نفسه من أن يصبح رهينة أفكاره وعواطفه. فأنا لست أفكاري، وأنا لست مشاعري، وأنا لست عواطفي، بل أنا انعكاسات كل ذلك على ذاتي الحقيقية، على النفس. وبحمايتها تسمو النفس وترتقي إلى مقام الطمأنينة. وهل هناك غاية من خلقي إلا أن أعود إليه سبحانه بنفس مطمئنة؟ يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.